مسوينا معرش ما ننزلش مطر على بيت احنا نجمله. لا لا قلنا يعني اذا انا بتصل في مكه واحنا رايحين على المجدل بقول لها هنا رايحين على المجدل بكل بجر ازرع والدنيا جنب من الرب. بجر ازرع والدنيا مطر اليوم كيف ما هو بين الساعة والساعة في فرق يوم. فرج الله. احنا في أمريكا. لا من شهر ما طلعنا عليه بالبواقي صار مناسبة أو تفوز عبد صاحبين الآلات إن مثل ذاك بعد ما يخرج مطر يجيب كابتن شبك مشان يغلق الأرض ويكرم المدينة. وهاي نقطة حساسة هاي هذا الحين الأخ العزيز اللي بصير لما صار عندنا يعني صار عندنا مشروع الاستصلاح في شمال غرب القدس كان في عندنا ست مواقع شغالة. تفضل. عندنا ست مواقع شغالة للاستصلاح. أولاً الوضع غير الوقت غير مناسب. ثاني شيء العدد ست قرى شغالة. الآليات المتوفرة في المنطقة ما بتكفي للجميع. احتكروا السوق وبلش حكموا بسعر المقاولين. بمش معي بروح شوف جال روح شوف غير ما تقدر تشغل المفروض إنهم يجيبوا كف من دوت فردانية يجيب كف من شبك لأن هذا بيساعد للمزارعين وبيساعد للمشروع. مو أما قال في مجال مش لك